السلام عليكم يا عرب اليوتيوب. هذا الفيديو سبيسيالمون ريبونس الكومنتير تاع نجوى 54، لاخاطرش الفيديو اللي درتها لا ديرنيغ فوا قلت واحد الهضره كاين اللي ما عجبتهمش ولا ما فهموهاش نورمال. بون، اولا في الفيديو اللي فاتت قلت انا بلي كاين واحد لا كاتيجوري تاع الناس ما نبغيهمش لاخاطرش زايدين في فرنسا وكابرين في فرنسا وهما فرونسي نقولوا حنايا، بصح عندهم مشكل مع البلاد تاعهم، عندهم مشكل مع البلاد تاعهم اللي هي فرنسا، ويضلوا كاع العام هما يحوسوا يجريسوا في بلادهم، يحوسوا يحرقوا في بلادهم، اي اون ميم طون دايرين دي تيشيرت دايرين فيهم الجيري. دونك انا ما فهمتش هاد الناس علاه يحوسوا يتشبهوا بينا، الوغ كو نورمالمون هما دي فرونسي، بغاو يحرقوا علم تاع فرنسا، يحرقوا علم تاع فرنسا، بصح ما يطلعوش علم تاع الجزائر في بلاصتها. هذا ما قلت انا. الناس اللي نهضر عليهم ماشي نهضر على الناس اللي راهم انتيغري واللي راهم يخدموا واللي راهم عامة حشمانين باش يقولوا هما الجيريان، تلمو كلمة الجيريان ولات عيب في فرنسا اليوم. على كلمة الجيريان ولات عيب ماشي على خاطري انا، ماشي على خاطر الناس اللي تخدم، ماشي على خاطر الجيريان اللي تقرا، على خاطر هاد الناس اللي مين تروح لباري اليوم كنت هود لباري دروك نهود انا وياكم لباري ونهود كاميرا في ساعة، شحال واحد تصيبو يكمي في المترو كمارتاش ولا عربي، تصيب واحد يجريسي كمارتاش ولا عربي، يخون في بوختاب عربي، يخون في ايطالاج عربي، بلا ما نوصلو بلا ما نروحو حتى اللي في 100 عربي ما على باليش على كامل واحد باك زوج وثلاثة ولا أربعة يخلصوا كلاهم روحهم وخدمتهم 90% تاعهم يلقى الحكومة تجيب السيف تقلع الدراهم للناس تخدم باش تخلص لهم هما الوي تاعهم. هاد الناس اللي ما نبغيهمش ماشي ما نبغيهمش باسكو ما نبغيهمش باسكو غير هكا، ما نبغيهمش لاخاطرش هاد الناس طيحوا لنا بالسمعه تاعنا في فرنسا وفي بلدان اخرى. دونك هذه هي، دونك ما فيهاش غاسيزم ولا ما غاديش نبغي واحد ولا نكره واحد على حساب لو نيسونس تاعه ولا حساب ناسيوناليتي تاعه، راكم فاهمين. انا نقدر نبغي لا فامي تاعي انايا اللي زايد في الجزائر، اللي زايد في زوريك، اللي زايد في باريس، اللي زايد سي نورمال. الجزائريين راهم يروحوا بزاف للخارج، ما غاديش نحكم على جزائري غير سور لا باز اللي زايد في بلاد. دونك سي با، انا كنت نهضر على اون كاتيجوري الجيريان ماشي الجيريان، كاتيجوري دو فرونسي اللي حاسبين رواحهم الجيريان واللي هما راهم كونفلي مع بلادهم ويطيحوا علينا لي بروبليم حنايا، راكم فاهمين. هذه هي نورمالمون انتوما ثاني تكونوا ضدهم، لاخاطرش نهار اللي الدعوه تحمى فريمون 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 وتولي 90% تاع الناس في فرنسا اكستريم دروات، ما نظنش غادي يفرقوا بين اللي يحرق الواطا وبين اللي يخدم ولا بين اللي يقرا ولا بين اللي حاط راسه. هذا هو البروبليم، سكو مين نخلو هاد الناس كيما هكا بلا كونترول بلا تعليق منا حنايا، اش تا يصرى الناس غادي تولي دير كاع في لو مام باطو. الناس اللي تكره العربي وما كاين وما يشوفو ريحتا يقول لك هذا منهم، هذا ما كان سيتو العام الحمال الثاني ديجا نهار الاول، سمحوا لي نهار الاول تاع حمال برك دبي 3 سيمين. دونك هذه اولا، ثانيا دونك نجم 54 راه تعطي دي زيكزامبل، قالت لي بون صح علاه مثلا ما تعطينيش، علاه ما تروحش مي تروح الجزائر ما تبدلش الدراهم عند البنك. بون اولا من يكون عندي بي تاع 100 يورو سكو هنايا الناس اللي انا عايشين معاهم راهم ديجا داولي 300 ولا 400 يورو باش يبقى لي كي جي بي 100 يورو. دونك حنا اون تاكسي و تاكسي و تاكسي حتى باش الدراهم تشدهم في يدك، حتى يكونوا تاكسي ديجا شعل ما خطره يكونوا فاتوا عليهم داوهم هنايا باش يخلصوا بهم لي كارت تاعهم، باش يخلصوا بهم اصحابهم، باش يعطوهم لي بونكي وباش يحتفلوا بهم وباش يعطوهم لولادهم الولاد تاع ديكتاتور افريكا وكل شيء. دونك سي با ما عندي اوكان كونترول سو سا. دونك اولا مين نشد الدراهم في يدي سي دراهم تعبت عليهم بزاف. لو كان واحد يقول لي في بيي تاع 100 يورو نعطيك فليتا كسرا لي بروبابل نقولها لا ما تساعدنيش انا. دونك انا كليون عندي قيمه في يدي بي 100 يورو نقولوا، وهو شي عنده هو راه يبيع في حاجه في اخرى. الوغ عندي الحق انا طونك واحد شاد دراهمي اونيتمون في يدي، عندي الحق باش نقبل لما يقبلش باش نعطي هاد الدراهم اون ايشونج دو حاجه واحده اخرى. الوغ تو سامبلومون الدراهم اللي تعطيهم لي الجزائر اون ايشونج، اللي تعطيهم لي لا بانك الجيريان اون ايشونج دو مون بيي 100 يورو، انا اون طون كو بيرسون ديتونون سو بيي 100 يورو القيمه هذيك ما تساعدنيش. لا بيت ما نبيعهاش بهذيك شوي ليبرال، انا نبغي الناس تكون حره والناس تبغي تبيع السلعه تاعها ولا تبيع الخدمه تاعها ولا تبيع لا مارشانديز تاعها بالقيمه اللي هي تقومها واللي تبان لها القيمه هذيك جوست. دونك تخيلك
نقلعوا لو شونج نقلعوا كل شيء. تخيلوا راكم تخدموا في ان شون راكم ديروا البطاطا وتخيلوا على فان دو لا من جي راس العام وتقلعوا الغله تاعكم وكل شيء يجي واحد الناس عامه الناس كاع نقولوا تعطيكم 5000 فلفل كيلو تاع البطاطا وتجي الحكومه مثلا ونروح بيع لي البطاطا نعطيك 3000 فيها اسكو دي بحال الحكومه لا ريبونس اي نو ما فيهاش قضيه تاع اونات ولا مالونات ولا حاجه كيما هكا كل واحد كل انسان حر باش يبيع ولا يشري في الحياه اللي تساعده هذا ما كان انايا سمحوا لي الخيانه تاع انا الشونج تاع الحكومه يبان لي خيانه هذا ما كان باسكو انا الدراهم هادو نعرف شنو هي القيمه تاعهم سوغ لو مارشي نعرف بلي هادي باغ اكزومبل 100 يورو نعرف تجيب جي سي با 1300 ولا 1200 ما على باليش لو شونج سوغ لو مارشي سا سينيفي كو الناس عامه هذه القيمه اللي تعطيني فيها ما نتقبلش انايا كي تجي الحكومه ولا حكومه ولا حد اخر راه ماشي باسكو الحكومه ولا اي حد اخر يقول نعطيك انا 20% قال لا 30% قال علاه الدولي كاع سيادي ديجا باش شديت 100 يورو في يدي الا فاليك نربح 400 كون نخدم على 400 كون بكر على 400 كون طيح صحتي على 400 ومين باش نقبش نشد 100 في يدي ومين نبغي غير نبدلها باش نشري بها صحه اخرين يجي ويقول لا نقراك منها اونكوفر 30% دونك لا ريبونس هي سي نو هذا ما كان هذه اولا ثانيا بون انا ما قهويت الديوانه على باش خلوني نفوت ولا مي ما غاديش نلعبها ما فهمتكش على بالي على اللي نهضر على بالي انا ما اشتهضري عليا بصفه شخصيه قال نتايا خلص ديوانه ولا نهضروا بصفه عامه في الجزائر على الناس اللي خلصوا الديوانه باش يخليهم يفوتوا صح انا نعطيك سمحوا لي حمقتني في هذا كتبتني في هذا النوطو نعطيكم ان اكزومبل علاه من جي داخل اي بلاد علاه من جي داخل شي با فرنسا ولا لانجلتير ولا لا بلجيك ولا اي بلاد علاه من الديواني ما يقوليش وري الباسبور تاعك ولا الديواني ملي يقول لي حل فاليزه ولا باسكو يديروها انا ثاني علاه ما جبتش بيي تاع 100 يورو نعطيه لها في جيبه ويخليني يفوت سي با بوسيبل لو كان ديرها هنايا اون اوروب تجيب روحك المشاكل حنا عندنا في الجزائر اليوم انا سمعتها ما لاحظتهاش انا ما خدمتش في الديوانه انايا يعني بصح ما شعال من وحدين الناس ما يعرفوش بعضهم بعض قالوها لي في اوقات مختلفه وفي مجالات مختلفه قال لك الواحد دروك باش راه يطلع ديواني راه يحط 100 مليون راه يحط 200 مليون يحط 300 مليون يحط على حساب لا بوزيسيون تاعه على على راه يحط هذوك الدراهم راه يحطهم باش يديروا في ديك لابوزيسيون باش يعاود يربحهم بالرشوه وكمان واش هو القدره تاع عسكر عنده كابوس وعنده يونيفورم ويقبضك يقول لك ما تفوتش سي ان بيغات دو بيغاتاج يقبضك يقول لك بون ها السلعه تاعك نتاعك خادم عليها كتاب عليها قبل تجيبها للجزائر هذيك السلعه نقولوا راك تعبت عليها قد اقامه تاع نقولوا تاع 50 مليون نقولوا راك تعبت عليها فريمون تاعك راك جايبها باش تفوتها هذا ما كان هو يقول لك في الوسط بسلاحه هو وصحابه يقول لك اعطيني 2 مليون نقيسها لك واعطيني 10 مليون نعطيك شنو دير؟ هذا ما كان قيسها ولا تخلصها اسكو رشوه هذه اذكر شو لو كان جات بلاد تاعنا بلاد متقدمه وجات بلاد فيها قانون وفيها نورمالمون الناس كيما هادو نورمالمون ماشي دراهم خطره الغدوه راه في الحبس وراه قاعد ب 10 ولا قاعد ب 15 ولا بصح مالوغوزمون حنا في الجزائر راكم قاعد تشوفوا كيما هكا ولات مافيا ولا الدنيا مافيا عمدا كيما هكا ولا اللي يجي يخلص ولا يجي يخلص راهم في البوشطة راهم في البوشطة يخلصوا لك يعطيك السالير يديروها مساكين ديال الناس اللي ما عرفوش يقراوا ما عرفوش يكتبوا ويديروها العروبيه ويديروها للشوابين ويديروها على بالكم باللي بلي رخاصه وحقاره وكل شيء دونك كيس كيفون يحسب لك قال انت تجي تخرج مثلا 2 مليون تاع الباغا تاعك كيما هكا يجي يحسب يدي 200 مليون يدير في ديال ليبان فاهم ما يديرهاش واحد كيفي انايا باسكو يعرفني يديرها لي يعرفني بلي ما غاديش تفرى بصح يديروها لمن يديروها اللي على بالكم وكاين ثاني تاع فلكسيلا يعطيك فلكسيلا الاخر فلكسيلا اش راكم باغيين ولا الثقافه ولا الثقافه تاع رشوه كيما هكا سي ان بروبليم سي عندك الصح نجمو 50 خطر سي فريمون ان بروبليم اللي راه مخمج البلاد ديجا البلاد تاعنا فيها بزاف صوالح اللي خلاونا نروحوا حنا شنو نديرو في الخارج على رحنا على باز على رحنا غرضنا رحنا غير باش نشوفو السما كيما هكا هذه كاين كيفاه في الجزائر هذه كاين كيفاه في الجزائر سي كوا على رحنا على خاطر الحقره على خاطر الحقره سي تو ما نجمش سي با بوسيبل